في لجنة مدرسة السعادية الثانوية بمحافظة الجيزة، كان الناخبين مليهم الحماس للمشاركة في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس الشعب. النهاردة ما فيش أي مشاكل، ولا امبارح كان في مشاكل بالنسبة للدائرة 21-22 التابعة للدائرة الأولى اسم الجيزة، والإقبال يعتبر إقبال مقبول وكبير يعني مش صغير، وما فيش أي سلبيات أو أي مشاكل. في المراقبين عندنا اللجنة بتتكون من 6 أفراد، في كل فرد ليه مهمة معينة. الفرد الأولاني بياخد البطاقة من الناخب وبيكشف عن اسمه وبيسجل اسمه وبيوقع قدامه، وبيمر على الكشف الثاني بتاع اللجنة الفردية وبياخد برضو نفس البيانات وبياخد بطاقته وبيشوف برضو نفس الرقم بتاعه وبيسجل قدام اسمه والعضو بيوقع جنبه، وبعد كده بيمر على زميل آخر بياخد منه البطاقة اللي هي بطاقتين، واحدة قايمة والتانية فردي، وبعدين بيمر بيدخل على الصندوق الساتر أو البرفة بيعلم العلامتين بتوعه، وبعد كده بيتجه للصندوق الفردي بيحط البطاقة، والصندوق القايمة بيضع برضو البطاقة بتاعته، وبعد كده بيمر تاني على الزميل الآخر بيبصم بالحبر الفسفوري وبياخد بطاقته بيتفضل بينصرف. بقى 34 سنة عمري ما انتخبت الانتخابات دي، فجاي بحرية وربنا يسأل يوفق كل واحد إن شاء الله. احنا عايزين أعرف اللي أنا جاي انتخبه إن شاء الله مين، وبإذن الله ربنا يوفقه بإذن الله ويعمل لنا حاجة في الدنيا دي كلها. نتمنى اللي فيه يكون في حاجة خطوة أحسن لقدام للبلد ولينا وللشباب اللي طالع. كل واحد جاي من بره عارف هياخد مين. لا ما فيش أي مشاكل إن شاء الله، والأمن مستتب والداخلية والجيش الحمد لله كويسين، الحمد لله كويس. مراتي جت تنتخب لقيت اسمها مكتوب وممضي عليه، وابن عمي جه ينتخب ليه اسمه ممضي عليه، واحد صاحبي جه ينتخب ليه اسمه ممضي عليه وقالوا انت انتخبت واجيب لك الناس دي دلوقتي، ومرات ابني جت تنتخب ليه اسمها ممضي مكانه. دي التجاوزات بس اللي احنا شفناها، مين اللي مضى اللي صالح مين ما نعرفش.